افتتحت وزارة النقل العراقية مرآب الناصرية الموحد بحضور الوزير والحكومة المحلية، ويعتبر المرآب الوحيد في المحافظة بعد إحالته للعمل والذي تأخر لسنوات عديدة بسبب المشاكل التي رافقت المشروع. ها نحن اليوم نواكب كل حديث بافتتاح مرآب الناصرية الموحد، فهو إتمام إنجاز العمل من قبل الشركة العامة لتنفيذ المشاريع. لقد حملت الشركة العامة لإدارة النقل الخاص إحدى تشكيلات وزارة النقل على عاتقها رسالة خدمية سامية، إلا وهي تقديم أفضل الخدمات للمواطنين الكرام. ونؤكد على تعاون محافظة ذيقار مع الوزارة في المشاريع المستقبلية وخاصة في مجال النقل الخاص، النقل الداخلي عفوا. محافظة ذيقار بصراحة تشهد ثورة عمرانية في محافظة ذيقار كمشاريع على حساب تنمية الأقاليم ومشاريع صندوق الأعمار وأيضا المشاريع الوزارية. المواطنون وأصحاب سيارات الأجرة تحدثوا لنا عن معاناتهم مع هيئة النقل وعدم وجود التنسيق والعشوائية التي تضج بها المدينة، حيث تفتقر المحافظة لأي مرآب سواء داخلي أو خارجي، مطالبين الوزارة بإيجاد الحلول الناجعة على أرض الواقع. معاناة بالضيم هاي هنا بالشارع، كانت النجوع كفيلة العباس جباية نقبط من الشارع، حالنا حالة بالخصوص عندنا 12,000 خطنا بغداد، سواق ويانا مدير مدرسة شرطي ضباط شرطة، وكانت النجوع احنا سواق عند العالم الله وكيلك، وناس ما طبونا فاتحين قراص الله شهرين كامل، لا فتحوا لنا القراص ولا هنا بالشارع. تنظيم بالنسبة للسيارات ماكو هنا، واحدة بصفة ثانية، وهاي ما يصير ما يجوز. زينهم خلينا بالأخير، احنا بالمناسبات يبوقون بينا احنا، لا كل الخطوط تبوق بينا. بعد معاناة مريرة عاشها أبناء ذيقار، اليوم وزارة النقل تفتتح مرآب الناصرية الموحد الذي يعتبر الأول من نوعه في المحافظة. لقناة التغيير الفضائية، سلام السرهيد، ذيقار.